اطلقها فاصابته في مقتل بينما يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره، امرأة من الانصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فانها ملعونة، سبحان الله رب كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة، نقولها ولا ندري انها دعاء ولربما كانت ابواب السماء مفتوحة، كلمات دمرت البيوت وفرقت الارحام وقلت البركة، الله لا يوفقك فكثرت الخلافات والطلاق وقل التوفيق والسداد، الله ياخذك فانتشرت الامراض وكثر موت الفجأه، الله يلعنك فتدهورت حالتنا الدينيه والدنيويه، الله يفشلك فكثرت الفضائح والاستهزاء، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم، لا توافق من الله ساعه يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، هذه لديها طفله بمنتهى الشقاوه وكانت دائما ما تدعو عليها قائله: حريقه تاخذك، وما هي الا ايام واندلع حريق في منزلها فالتهم طفلتها وهي تنظر، حينها كان درسا قاسيا على الام لكن لا يفيد الندم بعد خساره ابنتها انتقوا الفاظكم جيدا فلرب كلمه لا تبالي بها تقتل روحا وتدمر بيتا ابدلوها بكلمات تعود عليكم بالخير والسعاده الله يصلحك الله يهديك الله يوفقك الله يرضى عليك